اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حكي عراقي. تقدرون تشوفون كل برامجنا على مواقعنا المختلفه في السوشيال ميديا الفيسبوك والانستغرام واليوتيوب، وايضا تقدرون تدخلون على الويب سايت الخاص بنا www.صوتالمستقبل.com. اليوم الموضوع يا جماعه كلش حلو، واني شخصيا يعني احب احكي بهذه المواضيع كلش هوايه، لان احنا اليوم بهذه الحياه السريعه والحياه اللي بيها فرص عمل قليل مثل ما يقولون البعض، طبعا صار الفشل وارد، فشل وارد عاطفيا واقتصاديا ومهنيا وحتى اسريا، ممكن واحد يفشل. شلون نتعامل ويا الفشل؟ وهل من الممكن الفشل هذا يصير نجاح؟ لان احنا نعرف اكو ناس يفشلون ينتحرون، واكو ناس يفشل يزعل الدنيا، واكو واحد يفشل يحول فشله الى نجاح. كل هاي التفاصيل والاسئله اللي بسالها اني وانتم تبدون تسمعوها ويا ضيفي المميز الاستاذ جاسم السدر. اهلا وسهلا بك استاذ. مرحبا استاذ مصطفى، نورنا. شكرا جزيلا على الاستضافه، ممتن جدا. الله يخليك استاذ. اليوم الفشل وارد بحياتنا كلها، يعني كنا، ولكنه اليوم الفشل شلون احنا نتعامل وياه؟ طبعا الفشل، اتفق مع حضرتك، الفشل وارد جدا. الشخص الوحيد الذي لا يفشل هو الذي لا يعمل. حلو. والفشل هو ممكن نعرفه نقول اكو رغبه اكو اراده، الفجوه او الفراغ بين الاراده الذاتيه حلمي والرغبه الشيء اللي بدي احققه، الإخفاق اللي يتم أو عدم النجاح أو عدم تحقيق الهدف اللي هو الرغبة، هو أنا يحدث هذا نقدر نسميه الفشل. والفشل طبيعي جدا. المشكلة اللي عندنا حالما أرغب بتحقيق شيء أو أحلم أحقق شيء دراسي عاطفي اقتصادي في أي مجال، أسري بأي مجال، مجرد أن أفشل وما أحققه لأسباب بعدين ممكن نمر عليها، أبدي أنكفئ وأنسحب وأمر بحالة إحباط وأمر بحالة حزن وحالة تشاؤم واستسلام، وبعد ما أبادر ولا أبتكر وأنعزل وأمر بحالة مرضية. هذا هو الفشل. زين، يعني إحنا قبل ما نتعمق بإحنا شلون نتعامل وياه، هل الفشل بأنواع؟ طبعا أكيد الفشل بأنواع، أكو فشل شخصي، أكو فشل فريق، حسب. ما أكو واحد يعني فاهم الفشل خطأ، يعني اكو واحد فاهم انه هذه البنيه اذا ما يتزوجها فهو فاشل، وعلى ضوء هذا الفشل اللي صار عنده خلصت حياته كلها انتهت. المفروض اول مره احدد الهدف، احدد الحلم مالتي، احدد الشيء اللي اريد احققه واسعى الى تحقيقه بدقه، بتخطيط، بعلم، بمعرفه. وما اذا ما قدرت احققه لاول مره ارجع اقيم وراجع أنا ليش فشلت، ليش ما حققته، الخطة، التوقيت، الأدوات. أسوي مراجعة، أعطي نفسي استراحة. يعني بدل ما أدخل بمرحلة إحباط وتشاؤم وحزن واستسلام، أسويها مرحلة نقاهة ومرحلة مراجعة. مراجعة لذاتي، مراجعة لأدواتي، أشوف أتعامل بعقل بارد مع القضية وشو ننظرها من خارج الصندوق، وأشوف نقاط الضعف اللي عندي وأحاول أعالجها. هذا هو الطريق الصحيح. أما أن أستسلم وأحباط وأبدي أتقمص دور حزن ودور استسلام ودور انكفاء ودور بعد ما أفكر أشتغل وبعدين أبدي أحاول أسيء أو أنتقص من اللي يبادرون أو يشتغلون أو عندهم أفكار، أو طبعا هي حالة مرضية. طبعا قصدي الفشل، الفشل هو المرحلة الأولى للنجاح. فالفشل هو مجموعة خبرات وتجارب. يعني بعبارة أخرى، لا يوجد فشل، توجد خبرات ومعارف ورؤية وفكرة جديدة. ممكن نجعل من الفشل مجموعة أحجار، مجموعة لبنات نرتقي نصعد عليها حتى نصل إلى هدفنا. حلو. كلش حلو. وأحلامنا. في الديمو سمعت بابلك سبيكر اسمه ليس براون يقول ماكو فشل، يعني هو شعور وهمي احنا نقنع نفسنا انه احنا فاشلين. اليوم الفشل استاذ بيه مشاكل، مشاكل صحيه ومجتمعيه، شنو هاي المشاكل؟ يعني اكو ناس يصلون للانتحار. طبعا انا اتفق لك، هو حاله نفسيه. طبعا ذكرت الاراده والرغبه، الاراده والحلم او شيء لدى حققه ما اقدر احققه لمره اولى، طبعا اكيد يعني يصاب الشخص بحالة إحباط، حالة نفسية، ممكن اكتئاب، تشاؤم، ممكن يحاول ينتحر أو ينعزل أو يعيش بمناخ مناخ نفسي سوداوي، إحباط، تشاؤم. بس الأفضل
يحاول مره اخرى يحاول شلون اذا 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 وقعت سبع مرات هذا المثل المشهور اذا سقطت سبع مرات من هذا تتثامن. احنا نحتاج اليوم يعني من خلال يعني القنوات الفضائيه او السوشيال ميديا او نحتاج يعني هاي العبارات او الافكار او الرؤى اللي بها امل اللي بها تحفيز اللي بها محاولات بها تجارب بها خبرات بها اسماء نقرا كتب يعني نشوف خلينا نستعرض ذول الناجحين بالاوبرا ومدري وغيرها ذول الناجحين سواء رياضيين فنانين اعلاميين مخترعين مكتشفين صح. كلهم يعني طريقهم طريق مليء بالشوك وطريق مليء بالصعاب بس هم واصلوا واستمروا وعالجوا الأخطاء مو يعني شلون هاي إذا أخطأت 99 مرة يعني أنا صح أخطأت 99 مرة بس كان الحل وكان الابتكار بالألف. توماس إديسون غريب المدرسة طردته وهو اختراعه مال الكهرباء 9900 فشل بيه وبالمرة الألف يلا 10,000 يلا نجح بيه. طبعا اليوم احنا عندنا مشكلة بالعراق صراحة يعني بحكم آني قريب شوية من الشباب. أستاذ جاسم اليوم الشباب ما يعرف الهدف يعني مثلا واحد وزنه 120 يريد يصير لاعب كرة قدم خلال 10 أيام أو خلال شهر ما هو مرات يكون الهدف غير منطقي يعني هو الهدف فاشل قبل بدايته. جيد هذا مهم جدا. أول مرة خليني أكتشف قدراتي وإمكاناتي حلو. وطاقاتي أحددها حلو. عندي كتابية رياضية فنية ابتكارية أي مجال طبعا أكتشف ذاتي أكتشف نقاط قوتي حلو طبعا أكتشفها إما ذاتيا أو عن طريق فريق أو عن طريق مدرب مهم أكتشفها وأحاول أنميها أنضجها أبلورها وبعدين حتى أصل أحقق بها أهدافي. أما إذا أشتغل بطريقة عشوائية يعني ما مكتشف ذاتي ما اعرف ما يعني صوتي مو حلو ورد صار مطرب بالضبط هذا مو انا فاشل قبل ما ابدا طبعا طبعا, طبعًا هذا هذا خطا المفروض اكتشاف بس هذا اكتشاف وين يصير يصير اما بالروضه طبعا التعليم مهم طبعًا. الروضه الابتدائيه عن طريق المعلمين عن طريق الاسره عن طريق الحياه الاجتماعيه عن طريق الاعلام عن طريق منظمه مجتمع مدني يعني عن طريق الفرق العامله جزء من فريق يكتشف نقاط قوته يكتشفها يحددها ينميها يطورها طبعا راح يكون تحقيق لهدف تحقيق الحلم اسرع طبعا هاي مهمه. اما اذا ذكرت اما حلمي مو واقع يعني ادواتي امكاناتي متدنيه او مؤشراتها بسيطه او حلمي جدا سقفه عاليه طبعا راح تكون فجوه بس شيء. الافضل اكتشف نقاط قوتي انميها اشتغل عليها ابلورها حتى تتوهد بعدين من السهولة يعني هسه هو احنا رحت بجانب شخصي اليوم اكو واحد يعني اكو فرق صار بين الشباب اكو شاب يرسب له بماده يصاب باحباط فظيع يعني مثلا انا واحد من الناس مثلا كنت من اوقع بماده ابكي وكانما العالم انتهى بالنسبه لي بينما صديقي مثلا يوقع بخمس مواد يعني يطلع يروح راسا يحضر له جدول حتى يبدا يقرا من جد ويعوض. ليش هذه الفروقات صارت بشخصياتنا؟ من يتحملها؟ الاسره؟ المجتمع؟ أكيد هي أسباب وعوامل كثيرة دخلت وتعقدت ووصلت إلى النتيجة اللي ذكرتها. طبعاً خلينا نعمل بذكاء مو بجهد. إذا نعمل بذكاء يعني نتعامل بذكاء مع أخطائنا إحنا يعني تصرف يختلف. أما ذا بجهد حزن أو تشاؤم أو إحباط أو اللحظة كأننا نقفل على اللحظة هاي اللحظة لحظة مصيرية لحظة الامتحان سادس أو ثالث لحظة عاطفية لحظة اقتصادية لحظة أسرية نظن أن هذه اللحظة أو الخطأ اللي صار أو الإخفاق اللي صار هي النهاية وبعد يعني ظلام دامس بعد ما أكون اقتضى وبعدها لا طبعا خلينا نتعامل مع اللحظة أنها تنفتح سيناريوهاتها تتعدد بالإمكان أن نستثمر أي فرصة ونسلك طريق جديد ونتجاوزها يعني مو نغلق على ذاتنا في لحظة معينة أخطأنا في مجال معين أخفقنا في مجال معين نغلق على أنفسنا ونسجن ذاتنا داخل الحزن والإحباط لا هناك فرص متعددة بس بشرط أن أكون مستعد. إذا أنا اكتشفت طاقتي اكتشفت قدراتي وكنت مستعد وجاهز الفرص حتغازلني وتكون قريبة مني زين اليوم شاب شلون يوصل مرحلة يعني هو اليوم احنا كل الدار مدارنا هو زائل يعني ما في شيء ثابت مدى الحياة يعني او اعتقد هو اكثر واحد ثابت قدامنا هو احنا. شلون شاب يوصل مرحلة ويوصل قناعة اذا فشل بعلاقة حب يبحث عن علاقة حب افضل يعوض بها فشله اذا فشل وظيفة يبحث عن وظيفة يعوض بها اخفاقه. شلون يوصل لهذا الكواليتي الشخصية مالته؟ كل إنسان زود بطاقات وإمكانات وقدرات إلى وحده
الكود خاص ممكن بي ممكن يكتشفه بعده بالضبط الكود الخاص بي. حلو. هو مجرد أن يكتشف هاي الأسرار هاي الرموز اللي بداخله الطاقة الموجودة اللي بداخله اللي هي يمتلكها واحدة كنسخة فريدة ويشتغل عليها ينميها ينجح. أما إذا هو ما مكتشفها ويتعامل بعشوائية مع ذاته وقدراته وإمكاناته هو مو جاهز أن يمنح الوقت أو التدريب اللي تستحق. هذا هسه ممكن واحد يسألك يقول لك أستاذ جاسم شلون أكتشف قدراتي اللي أنا ما مكتشفها بعدني؟ عن طريق القراءة، عن طريق التجربة، عن طريق متابعة أخبار الناجحين، عن طريق الدخول في مجموعات في جروبات حوارية أو تدريبية حيكتشف طاقاته. كل الذكاء مو واحد، وإحنا المشكلة بالمدرسة علمونا ذكاء يعني تقرأ وتحفظ وتجي تكتب. هذا الذكاء. بينما الذكاء هذه من الثمانينات مكتشفي ثمانية أنواع من الذكاء: ذكاء التحدث، ذكاء السمعي، ذكاء الاجتماعي، ذكاء الحسي، ذكاء واي. بقصدي شلون أكتشف القدرة اللي عندي؟ عندي قدرة طلاقة في اللغة، عندي قدرة على الكتابة، عندي قدرة على الحوار، عندي قدرة على التواصل والتسير الاجتماعي. أنا وين إمكانيتي وين مهارتي وأنميها أطورها؟ هاي طبعا هاي إلي خاصة البصمة مالتي، هاي ممكن يعني أرتقي بيها كسلم نحو أهدافي نحو أحلامي. طبعا الشاب يمر بمرحلة المراهقة اللي هي الغرائز مالته مشتعلة ومتوهجة وإمكاناته لا تزال يعني طفولية أو بسيطة. فالمفروض شو يسوي؟ يشتغل على إمكاناته على مهارات يمنحها وقت. خلينا نقسم العمر 10 20 30. حلو. بالعشرين بس يدرس بس يتعلم وبعدين وهي فترة أو مدة اكتشاف المهارات. بعدين شلون ينميها؟ فترة التنمية، فترة التدريب، فترة الصقل، بلورة، تنضيج إلها. بعدين حتى يعبر إلى مرحلة السوق ومرحلة العمل ومرحلة المجتمع. هاي مسألة مهمة. أما اختزالها أو حرق المراحل يريد بالعشرين الأولى، لا هاي صعبة، لازم يعني يقسمها على 10 20 30 وهكذا يشتغل. هاي تصير قضية أسهل إليه كمراحل يعني. زين أنا ما أعرف إذا هسه إحنا بقى عندنا وقت أو لا، بس اليوم حتى نتقرب على الموضوع، أكثر مجال الشخص يشعر بأنه فاشل هو بالجانب الاقتصادي. اليوم أنا يعني مصطفى فشلت وخسرت عملي، شلون أنت عامل ويا هذا الفشل؟ أكو صوتين هاي مهمة، صوتين أكو صوت داخلي يقول لي أنا فاشل، أكو صوت خارجي يقول لي أنا فاشل. أخطر شيء هو الصوت الداخلي. الصوت الداخلي اللي ينبعث من داخلي يقول لي أنا فاشل، هذا يحطم الإرادة، يحطم الثقة بالنفس، يحطم القدرة على الحركة والتواصل والمبادرة والاستمرارية. أما ما يحدث من ضجيج خارجي حولي المفروض أتعامل معه، أنا أطرش أصم ما أسمع. إذا هذا من داخلي ينبعث ويقول لي أنت ناجح، أنت جميل، أنت تقدر، ممكن، أنت أفضل، هذا مهم يبقى يشتغل. شغل هذا. أخطر شيء هو هذا اللي إذا يقول يعني هذا النداء الداخلي أو الصوت اللي ينبعث من داخلي. يعني أفقد ثقتي بكل من حولي ولكن ما لا لا ما أنا ما أقول ما أفقد ثقتي، بس يعني مو يهمني رأيهم. يعني ممكن إذا مدرب، إذا خبير، إذا شخص عنده تجارب أستفيد من عنده ماشي. بس قصدي عادي حولي ضوضاء مجتمعية أو ضوضاء حولي تقول لي أنت ما تقدر، وهذا طبيعي. بس المهم أحافظ على نداء داخلي يقول لي أنت حتى تقدر، أنت حتى تصل، بإمكانك تنجح، أنت جميل، أنت جميلة، أنت ذكي. هذا مهم يشتغل عندي. يعني هو رأي الناس ما يمثل واقع أحد. بالضبط. زين سؤال أخير اليوم، شو رأيك بالشباب العراقي؟ هو شباب ناجح أم هو الشباب ينقص بعض الأشياء؟ شباب ذكي جدا. حلو. شبابنا العراقي حلو. ذكي وجميل. بس يحتاج بيئة، يحتاج مدربين، يحتاج معلمين، يحتاج بيئة تساعده على اكتشاف قدراته إمكاناته وتثورها وترتقي بيها. شبابنا ذكي جدا، بس أيضا يعني أنا أسميه ذهب بحاجة إلى صائغ وخامة، إذا خامة لا سبيكة من الذهب الراقي جدا. وطبعا أكيد المفروض يشتغلون على ذاتهم ويؤمنون بنفسهم وثقة بالنفس يصلون إلى ما يعني يحلمون. أنا سامع أنه الطاقة الإيجابية والتفاؤل والأمل تنتقل من شخص إلى شخص آخر. طبعا أنا مرات أنقلها بصراحة عدوى، بس أنا بصراحة ما صارت لي واحد ناقل لي. طبعاً أنا شكرك لأنه أنت نقلت لي كمية من التفاؤل وكمية من الطاقة الإيجابية ونورتني اليوم أستاذ جاسم السدر. شكراً جزيلاً، ممتن جداً. أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا هذا اليوم، انتظرونا بالحلقات الجاية من برنامجكم حكي عراقي. مع السلامة.